موعد جديد لعالم الصحافة عبر الرياضية، أنا محمد خاتم، السلام عليكم. 90 دقيقة نحن وإياكم فيها نطالع عناوين الصحافة، نقرأ في أخبارها، نفصل في تقاريرها وتحقيقاتها وما جاء في مقالات كتابها لهذا اليوم. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة، والذي بإمكانكم أن تشاركوا فيه عبر هاشتاغي الذي يظهر أمامكم على الشاشة، هو يظهر الآن عالم أندرسكور الصحافة. بإمكانكم أن تشاركوا بالآراء والأسئلة والأطروحات وحتى التعليقات على آراء ضيفي هذه الحلقة. أبدأ بالعناوين. الشرق الأوسط أولا، قالت زلزال الفضائح يضرب فيفا قبل ساعات من انتخاب الرئيس. بلاتر في اجتماع مغلق حضرته الشرق الأوسط يقول توقيت حملة الاعتقالات مدبر. المدينة، صحيفة المدينة الثانية، قالت بأن بمساعد بارك مصادقة الفيفا على النظام الأساسي لعمومية القدم، والعمومية تقول مأزق التمثيل بعد أو عفوا عمومية القدم حسب المدينة تعلق على ذلك بمأزق التمثيل بعد التعديل. أما الرياضية فقالت أحلام فريق الأهلي تبخرت بعد الخروج من دوري 16 لبطولة دوري أبطال آسيا رغم الفوز على نفط طهران بهدفين مقابل هدف بفارق هدف، ودع الراقي مع الأسف. صحيفة الجزيرة، غدا اجتماع شرفي لاختيار الرئيس، نواف بن سعد موافق بشروط، الموسى يراهن على الجمعية، والحميداني مرشح لبعض المؤثرين. أخيرا، النادي الاتحاديون يتغنون بعميدهم بعد دخوله جينيتس، أنت راعي الأولى. طبعا هذه العناوين الرئيسية لهذه الحلقة، وبالحلقة أخبار سريعة والعديد من التفاصيل وأيضا مداخلات الهاتفية بخصوص ما يحدث في هذه الأيام من يعني نكسة أو زلزال كما أسمته الشرق الأوسط في أروقة الفيفا وفي مقرها الرئيسي في زيوريخ، حيث العديد من المصائب التي لم تأتي فرادى ولم تختر حتى التوقيت المناسب بالنسبة للاتحاد لأعضاء ورئيس الاتحاد الدولي الحالي. ولكن في الخبر سنوسع طبعا، يعني بكل أسف كان البارحة الأهلي يعني لعب مباراة أدى فيها كل ما يمكن، فاز فيها، ولكن في النهاية لم يتأهل. هارد لك لكل أهلاوي نقولها في نهاية الموسم بعد أن خسر المواصلة الآسيوية والمواصلة في المشوار الآسيوي. هارد لك لكل سعودي، كنا نتمنى أن نشاهد فريقان في دوري الثمانية مع بداية مع انطلاق الموسم القادم. كان الهلال أولا، الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى، ولكن الفرصة البارحة لم تكن سانحة كما يجب للأهلاويين، أو أنها سنحت ولم يستغلها لاعبي الأهلي ومدربهم في أرض الملعب. ولكن للأهلي الفريق القوي سيعود أقوى مما هو عليه. خالد الشعلان الإعلامي الرياضي والناقد، أهلا وسهلا بك معنا ضيفا أول في عالم الصحافة. مساء الخير لك ولجميع الموجودين بالله، جميع المشاهدين، وأمسي على الأستاذ الغالي أبو محمد أحمد الشمراني، وأتمنى إن شاء الله نقدم حلقة جيدة تكون فيها الفائدة بإذن الله. بإذن الله. أحمد الشمراني الكاتب والناقد الرياضي ضيفا معنا من جدة. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك محمد، تحياتي لك وللزميل العزيز خالد الشعلان، وأتمنى كما قال خالد أن نوفق إن شاء الله ونقدم جميعا حلقة تليق بهذا البرنامج وتليق أيضا بالعناوين اللي أبرزتها، وكل عنوان ربما يكون أكثر
جمالا من الثاني من حيث طبعا التفاصيل الداخل. صحيح، ولأن العناوين كذلك سنبدأ فيها مباشرة دون توطئة كالعادة لكل حلقة. هذه المرة سنبدأ بالعنوان الأول من صحيفة الشرق الأوسط، هو محور الحلقة الأول. عنونت الشرق الأوسط في ملحقها الرياضي عالم الرياضة بأن زلزال الفضائح يضرب الفيفا قبل ساعات من انتخابات الرئيس. بلاتر في اجتماع مغلق حضرته الشرق الأوسط يقول توقيت حملة الاعتقالات مدبر. عالم الرياضة في الشرق الأوسط كتبت تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لزلزالين قويين أمس، تمثل الأول بالإعلان عن توقيف 6 مسؤولين متهمين بالفساد بطلب من القضاء الأمريكي، ذلك قبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي تشهد مواجهة بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر الساعي إلى ولاية خامسة ومنافسه الأمير الأردني علي بن حسين. أما الثاني الذي لا يقل أهمية فهو فتح مكتب المدعي العام السويسري قضية جنائية للشك بغسيل أموال وخيانة الأمانة فيما يخص ملف استضافة مونديالي 2018 و2012 في روسيا وقطر، وذلك بعد أن صادر وثائق إلكترونية من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في زيوريخ يوم أمس. أشار وزير العدل السويسري إلى أن السلطات المحلية تحركت في هذه القضية لأن بعضا من المخالفات التي حصلت كانت على الأراضي السويسرية، مضيفا أن هذه الإجراءات الجنائية مفتوحة منذ 10 من شهر مارس ولم يتم الإعلان عنها حتى أمس. سيفتح تحقيق بحق 10 أشخاص شاركوا في عملية التصويت على حق استضافة مونديالي 2018 و2015 ولم يتم الإعلان عنها حتى يوم أمس، وسيفتح تحقيق أيضا بحق 10 أشخاص شاركوا في عملية هذا التصويت. وأشار ذات البيان إلى أن السلطات طلبت مسبقا من مؤسسات مالية سويسرية مختلفة تسليمها الوثائق المصرفية المرتبطة بالقضية. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات معدودة على اعتقال السلطات السويسرية وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لستة مسؤولين كبار من فيفا بتهم فساد صادرة عن القضاء الأمريكي، إضافة لعدد من المديرين التنفيذيين في الإعلام الرياضي لمواجهة تهم فساد تتعلق برشا تربو على 100 مليون دولار. لم تشمل الاعتقالات رئيس الاتحاد الدولي بلاتر، لكنها شملت مسؤولين بعده مباشرة في التسلسل القيادي لأغنى وأقوى هيئة رياضية في العالم. ستكون هذه القضايا بمثابة ضربة له ولمسانديه قبل انتخابات الرئاسة غدا، وهناك الكثير في من التفاصيل التي ذكرتها عالم الرياضة. وأيضا كان في خبر عن القبض 20 شرطيا سويسريا حملوا ملفات سرية للاطلاع عليها من مقرات الفيفا. بلاتر في اجتماع مغلق حضرته الشرق الأوسط يقول توقيت حملة الاعتقالات غير أو مدبر، سنفصل كل ذلك في ثنايا هذه الحلقة. خالد، يبدو انه تغيير في المسار، يعني كنا ننتظر انتخابات، يعني كان ترشيحات او يعني تتنصب على بلاتر بان يواصل لولايه خامسه، ايضا منافسه يعني كانت الى حد ما معقوله من الامير علي بن حسين. ما حدث هو انقلاب في الموازين، هو تحول في المسار العام قبل يوم من موعد الانتخابات. يحدث كل هذا في سويسرا، من المستفيد ولماذا هذا التوقيت؟ اولا انا طلعت على التقرير اليوم صادر في صحيفه الشرق الاوسط، ويشكرون حقيقه من يقدم عملا جيدا يشكر عليه. الشيء الثاني، انا بالنسبه لي يعتبر الحدث هذا بشكل حراك، يعني نقدر نقول حراك رياضي قانوني في الفتره القادمه للمهتمين بالرياضه والشان القانوني تحديدا في الرياضي. تعليقي، انا لي تعليق بسيط في هذا الشان. اولا انا مع وضد. اولا انا ضد ترشيح بلاتر للولايه الخامسه، يعني الولايه الخامسه فيها شوي من الصعوبه، يعني لماذا هو كل مره يقول انه هذا اخر ولايه، اي هو تدخل تحتها اشياء كثر، يعني ممكن الواحد يسف في النقاش فيها. لكن
الأمر الآخر، أنا مع بلاتر في استغرابه من التوقيت، لا سيما إذا علمنا بأن المتحدث الرسمي بالفيفا ذكر بأنه سيد بلاتر هو الأمين العام طلبه منذ تاريخ 18 نوفمبر 2014 بإجراء تحقيق في بعض الشكوك وما إلى ذلك، بمعنى أن هذا الأمر تأخر يعني لفترة طويلة، ولذلك فإن التوقيت يتوقف عنده كثيرا، يعني التوقيت لماذا تأخر. ونعتقد أنه هناك في الأراضي السويسرية أو المدعي العام السويسري أو من هذا القبيل هناك فيه حملات ضد بلاتر حيال ترشيحه الفترة الخامسة في سويسرا نفسها من وزارة العدل مثلا. نعم هي هنا جهة منفذة، وأنت تعرف أن أنا أعتقد لا في أشياء في أشياء مصالح هي تحكمها كثير من المصالح، يعني ممكن إذا تكلمنا عن جرم جنائي في مكان معين ويراد أنه إزالته، ممكن طريقة إزالته فيها جرم جنائي أيضا لو ندقق، يعني هي إشكاليات قانونية كثير. لكن الحدث اللي أمامنا يعني وأنت تعرف أيضا هناك حدث في أمريكا اللي صدر من قضاء الأمريكي، لأن مرت الأموال على الأراضي البنوك الأمريكية على البنوك الأمريكية وما إلى ذلك. فلذلك أنا أعتقد أنه بتشكل حراك قانوني للمهتم بالتفاصيل القانونية في هذا الشأن، وأنه شخص ما ينجذب لي ما يذكر فقط في الصحافة، يعني عليها أن يطلع أكثر. وكذلك أنا لازلت أكرر إنه الولاية الخامسة هذه نقطة ضعف يعني لبلاتر تقريبا، يعني لأنه لو كانت الولاية الثانية أو الثالثة سيكون هناك تعاطف معها حتى لو كانت هناك جنح جنائية. الأهم أتمنى تعطيني بس فرصة قبل الانتقال للزميل أحمد، إنه لابد إنه نسقط هذه الأحداث على رياضتنا السعودية، بمعنى إنه لائحة الانضباط السعودي اللي الآن يتكلمون في الإعلام السعودي الفساد الإداري الفساد المادي وما إلى ذلك، سنوا قوانين، في بعض الإعلاميين يخرجون يقولون سنوا قوانين سنوا أنظمة سنوا لوائح في هذا الشأن، هي مسنونة موجودة في الباب السادس في لائحة الانضباط، هي مشكلة في التطبيق، يعني تعنى بمن يقدم مصلحة أو حتى وعدا لطرف آخر أو عن طريق طرف. سننظر انعكاساته على الجانب المحلي، ولكن خلينا فلذلك هي لابد خلينا في المعنيين بالإعلام الورقي وكذلك الإلكتروني لابد أن يهتمون بهذا الشأن، إسقاطه على الجانب واضح المحلي. وهذا ما سنتحدث عنه في مدى انعكاسات مثل هذه على الشأن المحلي والشأن أيضا الإقليمي. أحمد، إن كان عندك يعني أنا أبغى تعليق دقيق في مسألة الانتخابات، توقيت الانتخابات، هذه المصائب، هل زي ما قال خالد بأنه الفترة الخامسة أو طلب ولاية خامسة من بلاتر دعت الجميع لا يتعاطف مع هذا الرجل في مثل هذه المرحلة؟ هي القضية ما هي قضية انتخابات، أنت لو تنظر لها من زاوية الملف أصلا من فترة سابقة وهو تحت النظر، هناك من فترة إلى أخرى يتم إثارة مثل هذه الأمور طبعاً، وأتمنى أيضاً في هذا الجانب وهذا اللي يهمنا نحن لا تكون قطر هي المستهدف في هذا الجانب، يعني لا تبتز أكثر من اللازم طبعاً، أعطيت هي الضوء الأخضر ببناء منشآتها والاستعداد لـ 22 طبعاً، وبدأت العمل فعليا، لكن من كل طبعا من فترة إلى أخرى يظهر طبعا من يغمز طبعا ويلمز في هذا الجانب، ويظهر أيضا من يثير على السطح بشكل معلن. لا شك إنه القضية ما هي سهلة لهذه الدرجة، قضية طبعا كونها توصل للاتحاد الدولي، كونه يتم اقتحام مقر الاتحاد الدولي، يعتقل أيضا هؤلاء الأعضاء للتحقيق وبتوصية طبعا من محكمة أمريكية على خلفية طبعا مبالغ مرت من خلال البنوك الأمريكية، فكل هذه مؤشرات تؤكد أن القضية قضية ما هي سهلة، وقضية ما أعتقد أنه تربط بالانتخابات طبعا. بلاتر لا شك أنه شخصية قوية وشخصية نافذة، ولو لم يكن كذلك ما رشح نفسه الولاية خامسة، وهو الأكثر طبعا قدرة طبعا على على على, على الحصول على كثير من الأصوات، ومن ثم أيضا استلام زمام الأمور للمرة الخامسة. لكن نربط شيء بشيء، هي بلاتر من حقه أنه يربط مثل هذه الأمور بالانتخابات، تعرف هي في النهاية تظل الانتخابات لعبة في الاتحاد الدولي وخارج الاتحاد الدولي، لكن جميل. اللي أرى أنا أنه ما لها علاقة بالانتخابات، هي قضية مطروحة ومفصولة، وقضية تراها
وقضية أشوفها من منظور آخر. لا لها علاقة أستاذ أحمد، عفوا التوقيت، التوقيت يجعلها لها علاقة. هذا هو ما أريد أن أسأل عنها الأستاذ خلف ملفي الكاتب والناقد الرياضي. أستاذ خلف أهلا وسهلا بك معنا في عالم الصحافة. كيف الأخوان الأعزاء وأيضا للمشاهدين والمشاهدين، أهلا وسهلا فيك. لماذا هذا التوقيت أستاذ خلف؟ لتحدث كل هذه في أروقة الفيفا، ومن المستفيد الحقيقي؟ وأيضا أنا بعطيك التاريخ كامل، وما مدى يعني تأثيرها وانعكاسها على الشأن، تحديدا شأن المرشحين لاستضافة كأس العالم قطر وروسيا، وتحديدا قطر. شوف أخي محمد، طبعا هي لعبة كبيرة، ونحن طبعا في السعودية أقل من بكثير من أن نخوض في دهاليز هذه الأساليب، وحن نقول حرب الانتخابات، والانتخابات تسمى اللعبة القذرة دائما. ولكن هو بلاتر مستهدف الأكبر في هذه القضية، شخص بلاتر أكيد. شوف، يمكن أنا كنت أول أقول أنه بلاتر قد يكون له دور، بما أنه يعني في يوم من الأيام كان يعني أراد أن يكسر كل من يحاول ينافسه، وبالذات عندما تأكد أنه محمد بن همام في الفترة الماضية قادر على منافسته بقوة، ربما هزيمته، فدبر المكيدة المعروفة. الآن دخل في قضية أخرى، والدليل شوف أنه من يقف أمام بلاتر قد يتعرض لأشياء لا يتوقعها أبدا، والدليل انسحاب اثنين من أوروبا، رئيس الاتحاد الهولندي ثم النجم الكبير لويس فيغو في آخر لحظة. لا يبقى أمامه إلا الأمير علي بن حسين. الأمير علي بن حسين أصبح الآن مدعوم من كثير من الأوروبيين، آخرهم اليوم تصريح لرئيس الاتحاد الإنجليزي يقول أنه هذه طبعا الحادثة والقبض على 7 من ممثل فيفا قضية خطيرة جدا جدا، ولكن نحن ندعم الأمير علي بن حسين. أيضا بلاتيني وهو رئيس الاتحاد الأوروبي، ونحن نعرف أن الرياضي أصيل، يعني رياضي متمكن من الرياضة ورياضي يعشق الرياضة، يتكلم عن مصلحة الرياضة بأنه بلاتر كذب عليه ولذلك لن يرشح، ويدعو كل من يرى مصلحة الكرة وكرة القدم أنه يرشح الأمير علي بن حسين. رغم مطالبته يا أبو أحمد، رغم مطالبته بتأخير الانتخابات 6 أشهر لكشف الأمور، ولكن أنت قلت أنه محمد بن همام في فترة ماضية كان ينافس بلاتر، ودبرت له من بلاتر مكيدة لإسقاطه، وقد سقط على الأقل في مسألة المنافسة. نعم. اليوم هل نعم. نأخذ نفس الموضوع بأنه بلاتر دبرت له مكيدة قبل يوم من الانتخابات اليوم فرد له الصاع؟ انقلبت اللعب عليه، لكن شوف وين الخيط الرفيع في الموضوع. طبعا وزير العدل في سويسرا يقول أنه ليست القضية اليوم، التحقيقات أو الإجراءات والمتابعة بدأت من مارس، يعني من قبل 2 شهر، ولكنها ظهرت في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه الكل صار يأتي إلى سويسرا، بالتالي المسؤول في مثل هذا الأمر هو القضاء السويسري، لأنه مرجعية كل من هم في سويسرا بما فيهم الاتحاد الدولي قضائيا هو محكمة العدل السويسرية، وهذا معروف في الأنظمة الدولية. لكن أيضا الخيط الأكبر أنه في الأصل الاتهامات من وين جت؟ جت من أمريكا، من القضاء الأمريكي. والنائبة العامة الأمريكية في مؤتمر تؤكد أنه من وقفه أفسدوا اللعبة، أفسدوا اللعبة، والمتهمون 14 تلقى القبض على 7. فالقضية أخطر، يعني أخطر، أنا أعتبرها أخطر قضية في تاريخ الرياضة ككل. صحيح. لذلك إحنا يجب أن نراقب لنستفيد، يجب أن نراقب لنصلح حالنا. جميل. يجب أن نراقب لنعرف من ندعم أيضا. جميل، هذا ما قاله. أنا أقول حتى بلاتيني، يمكن كتب اليوم مقال في الرؤية أنه بلاتيني أنقذ العرب، بما أنه كشف كثير من الأشياء ضد بلاتر، وكشف أشياء كثيرة أعتقد أن الكل قرأها. لذلك أيضا على العرب أنه يتركوا المصالح اللي قد تضرنا. بلاتر غير متهم، يجب أن نكون لمصلحة اللعبة. عفوا، بلاتر غير متهم، شكوك بلاتر والأمين العام غير متورطين في القضية نهائيا. أيضا القضية كلها تحت عنوان شكوك. أخ محمد، في الأخير لما أقول كذا، لما أرجع لك أقول أمريكا، لا تنسى أن أمريكا هزمت شر هزيمة
في استضافة كأس العالم عندما فازت قطر على أمريكا بوجود بلاتر. لذلك سألتك من المستفيد في البداية. شوف القضية أخطر حتى بلاتر. إذا كان اللي يعملون مع بلاتر متورطين فأكيد إن بلاتر فوقهم جميعاً. إيه بس قانونية ليس بالضرورة إنه إذا أخطأ وزي ما قال خالد ليس بالضرورة إذا أخطأ. لا يبدو إنه تضايق. أنا يكون أخطأ. ترى اللي تداخل معك خالد الشعراني ويتوقعون اللي سألتك. لا لا لا. اللي تداخل معك أستاذ خالد الشعراني. هي شو أولاً كجنح جنائية هي في دائرة الشكوك. أيضاً بلاتر والأمين العام غير متورطين. غير متورطين ولكن عليهم فرض. هو زي ما ذكرت لك هي الولاية الخامسة هي التي وضعت بلاتر في هذا. طيب جميل خليني بس أشوف. أخ محمد إضافة بسيطة. سم. أخ محمد إضافة بسيطة. إنه حتى هؤلاء إذا تورطوا هم من الداعمين لبلاتر. يعني اليوم في قراءات قوية من النقاد يعني ضالعين في الفيفا قرأتها أمس وتابعت في بعض القنوات. هؤلاء أساساً من مؤيد بلاتر ومن داعمي بلاتر. بالتالي يخسرهم. جميل واضح جدا. سألتك في البداية برضو عن قطر وملف قطر وكأس العالم، هل هو تحت الحديث لأن السوق القطري مثلا سوق الأسهم القطرية هو يهبط اليوم الثاني على التوالي ب3%؟ في ترقب محمد كبير في قطر. محمد شوف المعلومات كثيرة، الشائعات قوية جدا، هذه أمور قضائية وقانونية. من الصعب أن أي واحد يدلي فيها، ما لن يكون عنده معلومات دقيقة، ما لم يكن عنده أيضا خبرة في القوانين الدولية. صحيح. لكن أنا أقول إنه مشهد خطير جدا. مشكلتنا إحنا كإعلام سعودي تحديدا سريعا. لا نتابع إلا في آخر لحظة. جميل. لا نعرف إلا في اللحظة في الأوقات القاتلة. طيب جميل. وأيضا لذا أقول إنه علينا كرياضيين نحن أيضا ثقل على فكرة الشيخ أحمد الفهد والشيخ سلمان خليفة كرئيسين لأهم مؤسستين رياضيتين في آسيا. عليهم مسؤولية كبيرة بالفعل أن نكون أيضا تحت ذراع لعبة معينة، يجب أن ننظر لمصلحة الرياضة جميل بشكل عام. جميل. أستاذ خلف ملفي الكاتب والناقد الرياضي، شكرا لك، كنت معنا معلقا على خبر الشرق الأوسط، زلزال الفضائح يضرب فيفا، سأعود لك. لكن أحمد قطعتك في البداية، إذا في تعليق على مسألة التوقيت ومسألة أنت كنت ترى الانتخابات ليست ذات يعني ذات أهمية في مثل هذا لا أبو, أبو, أبو أحمد الآن أدخل طبعا ربما موضوع آخر داخل هذه المحاكمة. مطالب طبعا العرب بشكل عام وبيركز طبعا على الاتحاد الآسيوي وعلينا بشكل واضح أنه لابد أن نختار نذهب مع من في هذه الانتخابات. أنا اللي أعرف ومتأكد من طبعا نذهبين مع بلاتر. الاتحاد الآسيوي أيضا ممثلا في رئيس وداهم مع بلاتر والدعم لبلاتر. القضية ما هي قضية من يدعم من. أنا أخشى ما أخشى من خلال هذا الأمور كلها أن المستهدف في هذه القضية هي قطر أولا وأخيرا. بمعنى أنه تحريك هذا الملف ومتابعته من أمريكا وقبله أيضا من بريطانيا، أنت تدرك تماما واحتفال الصحافة البريطانية أصلا بهذا الأمر. أي يعني أول من حرك الملف وأول من 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 علق الجرس هي الإعلام البريطاني فترات تجاه ملف قطر تحديدا. اللي بيحدث اليوم طبعا من الاتحاد الدولي ومن اعتقالات ومن تحقيقات ومن تدخل أيضا أمريكي وكذلك بريطاني من تصريحات بلاتيني، كلها مؤشرات الهدف فيها أولا طبعا بلاتر، لكن الهدف الأساس هو سحب ملف قطر. وهذه المشكلة، وهذه اللي يجب أن يكون هناك مثلا عمل طبعا تكتل عربي، دعم عربي، اجتماعات عربية، دعم لهذا الملف اللي سيظل هو العنوان الرئيسي في كل المحاكمات، هو العنوان الرئيسي. أنت لا ترى أنه هذه الهجمة المنظمة القادمة من الغرب تحديدا من أمريكا وبريطانيا يعني في إعلامها وأيضا مطالباتها، لا ترى أنه في دفاع أيضا منظم في يحمي على الأقل أو يحافظ على شرعية الملف القطري هذا؟ لا المشكلة وش هي؟ المشكلة عندك الآن إذا كان مثلا طبعا هو المحامي الأول على الملف القطري ولدائما ما يعطي القطريين تطمينات سواء من خلال زياراته من خلال تصريحاته بلاتر، لكن عندما يكون بلاتر الآن ضمن دائرة الاتهام هنا أيضا تجعلك تفكر ألف مرة في مسألة أنه القضية بدأت تأخذ بعد آخر. صحيح أنه على خلفية هذه الاعتقالات طبعا والتحقيقات هناك ورد تطمينات من الاتحاد الدولي فيفا من خلال تصريحات أيضا وكالات الأنباء أنه لن يمس لا تنظيم روسيا ولا تنظيم قطر أي شيء من الأمور، لكن المؤشرات تؤكد بأن العملية أخذت مسار آخر
وربما ايضا بعد الانتخابات اذا ما اجرت الانتخابات سيكون الصوره اكثر وضوح. جميل، هذا واضح. لتعليق لازم، ما احب اني اتركه. اولا الاستاذ خلف ملفي انا اعزه واحترمه كثير وهو يعرف ذا الشيء. الشيء الثاني مهما همش مداخلتي المرتين هذا شيء يخصه هو. بالضبط، ساداخل الثالثه الرابعه بالضبط. طلع لي تعليق انه ما سمع ان شاء الله الاستاذ خلف ملفي. ولا زلت انا واضحا في هذه الامور. هو ذكر انه نترك الافتاء القانوني، انا اقول له ذا الكلام له، هو غير متخصص قانوني. بس هو ما تحدث قانونيا. لا لا لا، هو قال علينا كاعلاميين ان نترك الافتاء القانوني. هو الذي يترك لانه هو انشائي، هذا اول شيء. انا متخصص قانوني او في غيري متخصص. بس هو تحدث كاعلامي وقال انا ما راح اتكلم قانونيا. انا سارد حيال ما ذكر. الامر الاخر، قال الاعلام السعودي للاسف الشديد يتابع في اخر لحظه. لا يجمع، هناك ما شاء الله شباب يعني متمكنين يتابعون من اول لحظات، هو يعرفهم. هو يعرفهم جيدا، يعني يعرفهم اكثر مني. مين انا ابغى اسامي لانه هذا الشيء يهمنا بصراحه. يعني لنفرض اذا كان بي 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 بيعتقد اني بذكر احيان بعض الميول، اقول العنقري ما شاء الله عليه، سلمان العنقري اللي هو متبنيه اول ما بدا. متابع من اول لحظات. بس متابعين، فلذلك كلمته كانت ظالمه. طب معلش خليني اخذ معك معنا الحديث لك طبعا. لكن في مسألة سلمان العنقري أو المهتمين، أو حتى سلطان رديف، مجموعة من المهتمين بشأن الدولي، هو كان يتحدث عن أنه القضية هذه من شهرين ولم نعلم عنها في الإعلام السعودي إلا البارحة مع الخبر الرسمي. يعني من لا هو ما ذكر بشكل هذا. قال أنا أوجه رسالة أنه الإعلام السعودي إحنا تعودنا أنه غير متابع. عموما النقطة هذه هي مش أهمية لي بقدر أهمية النقطة الأولى. هو ترأس قال الإفتاء القانوني، نترك الإفتاء القانوني. أنت الذي دعا الإفتاء القانوني، لم يفتي قانونيا. يعني هو يقول لا نتكلم ونتحدث ونفتي قانونيا بالقانون في هذا الأمر. أنا أذكر له هو الذي يترك هذا الشأن، لأنه هو كلامه كله إنشائي. اللي سمعته أنا كله كلام إنشائي. والدليل أنه وضع بلاتر هو كمتهم أساسي. ما أدري ليش كان غاضب. يمكن ربط المنظمة برئيسها. حتى لما قلت إنه الشكوك لازالت جنحة، لازالت التهمة الجنائية. أصلاً ليس متورط فيها بلاتر ولا الأمين العام إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة الاثنان غير متورط. لكنهم طلعوا أعتقد سيطلبون جلسة استماع، لأنه أنا مثل ما قلت عليهم مثلاً. أنا مثل ما ذكرت في البداية هي الولاية الخامسة هي التي جعلت هذه الأشياء. كذلك زعل الحكومة السويسرية مثلاً، زعل وزارة العدل السويسرية مسألة إنه يأخذ ولاية خامسة. بالعكس المفروض يفرحهم من سويسري. هي مصالح يعني ما نبغى نتطرق لها كثيرة، يعني فيها تشعبات كثيرة. إذا أردت نتحدث تحدثنا، لكن وقت البرنامج. طيب قطر ماذا ستخسر وكيف لها أن تواجه هذا المد أو هذه القرارات؟ قطر يعني لن تستطيع أن تفعل شيء إلا ردة الفعل حيال إن حدث شيء. يعني هل هناك بوتين أمس لأن لا زالت إلى الآن في مرحلة الشكوك. وفي القضاء وفي القانون دائما مرحلة الشكوك هذه، لدرجة أنه الشخص ببعض القضايا لا يسمح أن يتحدث فيها. أنا أذكر لك بوجه العام يعني في القضاء وفي القانون لدرجة أهميتها مرحلة الشك هذه، يعني لا تعطي حكما. هي مرحلة متقدمة أو متأخرة في؟ لا هي في مراحل الاستدلال دائما. هي في مرحلة الاستدلال في القضاء دائما، في القانون عموما والتحقيقات. هي في مرحلة استدلال قبل الاستجواب وما إلى ذلك. هي أنا عشان تلاحظ كل السرد اللي ذكر في جريدة الشرق الأوسط واللي ذكر واللي قرأته في بعض المواقع هي الآن كلها جمع معلومات واستدلال. صحيح. لكن التهم كالتالي. طبعا بعد الاعتقال كان في تهم بغسيل أموال، كان في باحتيال، حوالات غير شرعية، وأيضا رشاوى. هي تهم، بس هذا الكم يعني شاهدنا مثلا في فترة من همام فقط في مسألة الشكوك في رشاوى، وكأنه الوضع أخذ يعني لا هي مرحلة استدلال مرتقية إلى الدخول في مرحلة التحقيق. والدليل أنه طلبوا أشخاص بالضبط في سويسرا وامتنعوا من حماس أمريكي بريطاني في الموضوع. تعتقد أنهم يقفون خلف كل ذلك؟ لا أجهل هذه الموقف الرسمي القطري لم يظهر حتى الآن. فلاديمير بوتين الموقف القطري يعتمد على ليش روسيا طلعت بمثل في بوتين يعني بنفسه وتحدث إنه هذه لعبة، وأن واشنطن لا تريد بلتر وأنها غاضبة من مسألة استضافة روسيا وقطر. هي حرية شخصية. بس ليش قطر قد يكون قطر الجانب القطري الجانب القطري بهذه المسؤولين في الجانب القطري قد يرون أن المرحلة هذه تحتاج حكمة مثلاً تطلب انهم يعتمدون على الصمت الان. قد احمد بس تضيف لي في موضوع في نوعيه القضايا، انت يعني ما تربطها كثير بالانتخابات، ولكن
نوعية القضايا أن يكون الاتحاد أو الهيئة الكبرى للرياضة في العالم والمرجعية الأولى لديها الرشاوة ولديها مسائل الاحتيال والحوالات المالية غير الشرعية وكذلك غسيل الأموال، وكل هذه القضايا تنصب أو تأتي يعني في 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 فترة وجيزة جدا وبشكل يعني موجه لأركان الفيفا حتى وإن لم يكن جيروم فالكا وجوزيف بلاتر من ضمنهم. هي القضية ما هي قضية من متهم ومن بريء. هو الآن الحديث كله عن الاتحاد الدولي أنه متورط في تبييض أموال ومتورط أيضا في رشاوة. الرشاوة معنية بها طبعا اللي هي تنظيم روسيا لكأس العالم 2018 وقطر 2022. الآن ظهر بوتين كما قلت أنت في تصريحات ويدافع، وتدرك تماما هنا لعبة السياسة والرياضة بالذات لما يكون الحدث مقترن بين أمريكا وبين روسيا. بالتالي ما مستغرب مثل هذا الظهور. لكن بالنسبة لقطر ما أعتقد أنه مطالب الحكومة القطرية الآن بإبداء وجهة نظر، خاصة وأن الأمور ما زالت في إطار التحقيقات، وهناك تطمينات من داخل الاتحاد الدولي أن الملف لن يشوب شائبة كما قيل طبعا حتى بعد الاعتقال. لكن هذا حقيقة يجب لا يكون، وأنا أقولها هنا أربط شيء بشيء، إذا الملف الروسي ما تعرض لأي اهتزاز أو أي تغيير فثق تماما أن ملف قطري في نفس الاتجاه سيسير. لكن جميل. مشكلتنا الأساسية أن ما عندنا مسألة التكتلات على المستوى العربي. حتى والآن مرشحنا أو المرشح عربي اللي بينازل بلاتر تدرك أنه هناك أسماء طبعا أو اتحادات عربية ذهبت مع بلاتر ضد لأن تلعب هنا بتبحث هنا عن مصالحها. تدرك تماما هذه الاتحادات ان ذهابها مع بلاتر سيلبي الكثير من المصالح. يبدو ان نصوت دائما للاقوى يا ابو محمد. لا للاقوى هو ايوه للاقوى. لو في مثلا عندنا 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 مثلا ولو بنسبه 40% ان الامير حيكسب، ثق تماما ان الاصوات تذهب معه. لكن هناك ربما حسابات اخرى تؤكد ان بلاتر سيكتسح، وبالتالي تذهب الى الى بلاتر على اعتبار ان الولايه الخامسه قد تكون بالنسبه لا تصفيه حسابات مع كثير واضح. من الدول واضح هذا اذا كل شيء. ولكن بناخذ بعض العناوين الرئيسيه ل بعض الصحف العالميه والتي تناولت هذا الخبر. اولا نبدا من صحيفه الديلي ميل البريطانيه، ان كانت جاهزه شباب. نعم، بداية من صحيفة الديلي ميل البريطانية تقول في موقعها الإلكتروني الفيفا يتلاعب ويتأمرون إنها تصرفات وقحة وسافرة وهم يحتقرون القانون. هذا ما تقوله الديلي ميل البريطانية. أما صحيفة واشنطن بوست فتقول واشنطن بوست الأمريكية بين الولايات المتحدة تقول الاتهامات هي مجرد بداية للتدقيق على كرة القدم في العالم. هذه بعض العناوين لبعض الصحف العالمية، الأولى كانت من المملكة المتحدة والثانية من الولايات. أيضا الاندمتد تقول البريطانية أيضا تقول الفيفا يعيش فسادا، الرعاة يتحولون إلى هيئة حاكمة على كرة القدم وبلاتر يختفي. كانه في تشبه كبير من بلاتر. على فكره ترى هذه القضيه فيها اعلاميين رياضيين متورطين. هذا بس نناقشه، بس خليني اكمل عناويني. شركات تسويق الجارديان تقول الفيفا في ازمه، بلاتر يواجه دعوات للاستقاله كرعاة تعبر او الرعاة يعبرون عن خيبه املهم. رئيس الاتحاد الانجليزي ومارادونا يحتج، ومارادونا يقول رئيس الفيفا المحاصر يجب أن يذهب، كما يقول فيزا بأنه يمكن إعادة تقييم صفقات كرة القدم والرعايات، وكانوا ملمحون إلى إعادة انتخاب إعادة طرح ملفات الاستضافة لكأس العالم. أخيرا صحيفة التايمز البريطانية أيضا، وهي صحيفة تعتبر صحيفة النخبة في بريطانيا، تقول وفضيحة بلاتر خلال كأس العالم نظيرة الاحتيال. في إعلاميين متهمين، أنا قرأت أنه في إعلاميين رياضيين أثناء الترشيحات كانوا متهمين وكذلك شركات. ما الذي قد يفعله إعلاميون في هذا الجانب يعني؟ لا ستأخذ مجراها هي في القضية، لكن زي ما أنا ذكرت لك إلى الآن القضية في مرحلة شكوك.
ولذلك تعرف الإعلام الانتخابات تقريبا على الغد أو بعد الغد، فلذلك إنه كانت مادة دسمة والحدث أيضا يستحق. شو اسمه، هل أصحاب ردات الفعل الكبيرة مباشرة من بلاتر وأنت تعتبره غير متهم والنظام يعتبره أصلا غير متهم غير مدان؟ قراءتي يعني قرأت إنه أي بالفعل هو الرجل إلى الآن فقط كل عمل إنه منع من السفر من سويسرا. إجراءات مارادونا مثلا، دييغو مارادونا الأسطورة العالمية الأولى اتهموا قال لص وعليه أن يذهب وحان وقته، وكانه كأنه كل تحدثه في روح التشفي تقريبا. حتى عندنا هنا أحيانا والقضية تكون منظورة في لجنة الانضباط وهي كتهمة، تجد الإعلام يمارس دوره. يعني أنا مع الإعلام يوضح البنود إذا كانت التهمة ثبتت، لكن في إعلام يصلخ. جميل. يعني مستقبل كل هذا قبل أن نختم محور، أحمد كيف شايف مستقبل بلاتر، مستقبل الانتخابات، أيضا مستقبل القضية، هل ستواصل لأنها على زي ما تحدثنا أنها أركان الفيفا وقضايا لا تتحملها أي هيئة كانت؟ المواصلة موجودة طبعا، ولا يمكن أن تتوقف إلا بعد أن تظهر الحقائق، خاصة وأن الملف فتح وهناك أيضا متابعات أمريكية طبعا لهذا الجانب. لكن اللي عجبني أنا في العناوين اليوم طبعا، مثلا هناك من يتحدث عن المهنية وعن جمال المهنية، ولما طبعا قرأت العنوان الأول في أحد الصحف البريطانية قال وقحة وسافرة يعني. فبالتالي أعتقد إنه المسألة فيها نوع من التشفي على 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 بلاتر أول. رغم إنه بلاتر خارج ربما للعبة لحد الآن. وأستغرب طبعا، أنا أستغرب الآن حكاية أنها تقام مثلا الانتخابات في ظل هذه المحاكمات. فكنت إذا كان مثلا هناك إدانة مطلقة لفيفا وهناك تبييض أموال، فطبعا أول من يسأل وأول من يحقق مع الرأس الكبير. فبالتالي كان يفترض إذا كان مثلا هناك قضية صحيحة، قضية سيتم فيها إدانة الكل، هناك أيضا وخالد ضريع في هذا الجانب القانوني، هناك حيثيات تؤكد أو أدلة تؤكد أن الاتحاد الدولي متورط، فكان الأولى بهم أنه أول قرار يتخذ أنه تأجيل الانتخابات. هذا ينتظر على فكرة في الساعات القليلة المقبلة، ينتظر أن يحدث مثل هذا. لا، ذكر المتحدث الرسمي قال لا تأجيل. لا تأجيل. فهنا معناته طبعا بس بوضع الاتحاد الحالي يبدو أن الأمور كلها معرضة لأي جديد، يعني لأي أمر قد يطرأ، لأنه حتى الرئيس الثاني هو طبعا علي بن حسين صرح أنه مش سعيد ولكنه ألمح إلى أنه هذه حقيقة الفيفا وعلينا أن نغيره، فاستغل ذلك في عموما التأجيل من عدمه ليس لن نقول في مصلحة أو عدم مصلحة بلاتر أو الاتحاد الأوروبي إلى الآن هو يطلب. لأن القضية كانت سرية ولم يتحدث عنها إلا هذه الأيام. إذن هذا كل شيء، فقط عشان نشوف السيد بلاتر، هذا شخصية خطيرة بصراحة. نشوف بس الجدول أو رؤساء الفيفا ورؤساء الاتحاد الدولي تاريخيا، نقراهم عليكم. الأهم هو من يعمل معه بلاتر، والأهم هو من يعمل معه بالفعل. كانت البداية روبرت جوري، عفوا من الشاشة بعيد عني شوي، كانت البداية مع روبرت جوين من استلم المنصب 1904 إلى 1906، سنتين رجال وسوى اللي عليه ومشى بدون أي مصايب. دانييل بورلي وولفول أيضا هو إنجليزي، استمر ل 12 سنة من 1906 وحتى 1918، خدم 12 سنة. جون ريميه وهو هذا يعتبر الملهم الظاهر لجوزيف بلاتر، استمر فرنسي، استمر ل 33 عاما حتى 1954. رودولف سيدريرس منذ 1954 وحتى 55 سنة واحدة هو بلجيكي. أرثر دريوي استمر لست أعوام هو إنجليزي، وستانلي أيضا استمر لثلاثة عشر سنة، وبعده هافلينغ منذ 74 وحتى 98، 24 سنة طبعا هو برازيلي، بعده منذ 98 وحتى اللحظة ونحن نتحدث عن جوزيف بلاتر ب 18 سنة تقريبا. في خطأ إلى الآن، جول ريمي الفرنسي من 1954 إلى 1918، العكس
من 1921 لا بعضها جون ريمي بدا 21 وانتهى 54 54 51 هو اكثر فتره العالميه بلاتر هو اي بس نجد فتره العالميه الحرب العالميه وتوقفت الكره هذا كل شيء نتحدث به في هذا المحور احنا بس يعني حبينا نوضح ان الفيفا مش اول واحد بلاتر طبعا ولا وقد لا يكون اخر واحد اللي ممكن ياخذ كل هذه الفتره ولكن يبدو ان العالم تغير ولا هي خامسه لم تعد مستوعبه في الفيفا وعند العالم هذا كل شيء في محورنا الاول من الشرق الاوسط المحور الثاني وعنوان من صحيفه المدينه المدينة قالت بمساعد بركة مصادقة الفيفا على النظام الأساسي عمومية القدم مأزق التمثيل بعد التعديل طبعا هذا الخبر كان من صحيفة المدينة وطرحت المدينة عبر عبدالله الحرازي أنه بركة رئيس العام يعني خطوة الانتهاء من مسودة التعديلات النهائية للنظام الأساسي وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طبعا وافق عليها قبل المصايب هذه كلها واعتبرها مرحلة إيجابية هامة وجديدة لمستقبل كرة القدم السعودية وتطورها وإدارة شؤونها وتحسين هيكلتها هنأ الأمير عبدالله بن مساعد الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد وشبه الخطوة بمثابة مرحلة جديدة وانطلاقة حقيقية لاتحاد قوي بنظامه وهيئاته وعمله ايضا قال يعني كان في التهنئه الكثير من يعني التبريكات واشار رجل قانون متابع الشان الرياضي خالد ابو راشد لانه يتوقع ان يحضر الاعضاء الحاليون الاجتماعي يقصد اعضاء جمعية عمومية غير العادي على ان يبدا بتطبيق النظام الجديد في فتره مقبله حيث ينص النظام على دعوه الانديه وترشيح ممثليها للاجتماع قبل شهر من الموعد المقترح والزمن هنا غير متوفر حسب خالد ابو راشد وحسب حقيقة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المقرر أن يقام في أعتقد في قابل الأيام ستأكد التاريخ قبل بس أنا بفصل مع خالد في مسألة وعنده تعليق معين وأشوف محضر حتى بعض المواد أسألك أحمد إذا كان من تعليق على المجمل الخبر مباركة الرئيس الاجتماع الجمعية قد يكون في وضعه العادي لن يتعدل الأمر بتمثيل أعتقد ممثلي الأندية إلا في فترة قادمة لأن هذا الشرط لا يتوفر الآن وهو شرط الشهر ما قبل الدعوة لمثل هذا الاجتماع اعتماد اعتمد الآن من خلال فيفا لكن هناك أيضا وجهات نظر طرحت في الإعلام الرياضي من خلال بعض أعضاء الجمعية اللي يقولوا طبعا ما هم موافقين على كثير من الأمور ويجب أن يكون الاعتماد من خلال الجمعية العمومية أيضا لاح في الأفق طبعا في الفترة الماضية مسألة التغيير وهي أحد الثوابت داخل النظام الأساسي بمعنى أنه اللائحة بدأت الآن تفرض نفسها من خلال تجديد ويعنى بالتجديد أيضا اختيار أعضاء جدد طبعا من خلال الأندية على اعتبار أن هناك أعضاء داخل الجمعية هم مستقيلين طبعا من أنديتهم وهذا أيضا من النقاط اللي ربما يعترض عليها كثير من 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 من, من الأعضاء داخل الجمعية العمومية وخاصة المستقيلين من الأندية رغم أني أعتقد أنها عملية تخدم الطرفين النادي وتخدم أيضا الجمعية العمومية بمعنى أنه عندما يرشح النادي أحد العاملين معه من داخل النادي فهو يتبنى طبعا قضايا نادي وجهة نظر الآخر لكن عندما يكون المرشح طبعا مستقيل أو من خلال أيضا ربما إدارات سابقة فأعتقد أنه دوره ربما يكون ما هو بنفس الدور للعضو الجديد كل هذه الأمور حقيقة بدأت اليوم تطرح ورجعنا إلى المربع الأول لكن في اعتقادي أن الأمور طبعا الآن بعد اعتمادها من خلال فيفا ومن خلال اعتمادها أيضا أو اطلاع الرئيس العام رعاية الشباب ما أعتقد أنه يملك هو بارك الخطوة طبعا بعد الاطلاع ولا أعتقد أنه
يخول النظام انه مثلا يوجه اما الاعتراض على بعض البنود فيها. اذا هو كان اصلا شريك في وضع اللجنه التي يعني اقرت المسوده ورفعت على عيني وراسي شريك، لكن ما اعتقد انه يملك الحق انه مثلا يتدخل تدخل رسمي، على اعتبار انه هذا شان اخر معني بجمعيه عموميه ومعني ايضا باتحاد منتخب، ويصحح لي خالد اذا اخطات. طيب. لانه رجل قانوني وربما يفهم مني في مثل هذه الامور. جميل خالد. اولا بالنسبه للخبر انا اعتب على الاستاذ ابو راشد، لانه قانوني المفترض انه ما ياخذ الخبر كما هو ويفصل فيه بحكم خبرته القانونيه اللي احنا نستفيد منها. الشيء الاخر بالنسبه للجمعيه العموميه، بشكل بسيط هي اهم تنظيم داخلي موجود في الاتحاد السعودي. صحيح. شرع. ولذلك عندما نقول هي سلطه تشريعيه، ولذلك عندما نقول بانها اهم تنظيم داخلي فلا يجوز المساس بها الا من الاعضاء المعنيين بها. سمو الأمير عبد الله بن مساعد مس كل الجمعية العمومية. كيف؟ أنت قلت إنه شريك، ليس شريك. هو الذي عدل بالشركة ديتول، وهي ديتول محت كل اختصاصات. أنا الآن أقول إنها شركة ديتول لأنها محت جميع اختصاصات الجمعية العمومية اللي هي المذكورة في المادة 29 بشكل يعني مسهب فيه في ست نقاط، إنها أعطت الصلاحيات في التعديل أي حرف موجود في اللائحة، كلمة أو أي هذه من اختصاص الجمعية العمومية. لا تعدل فيها حتى لو شركة. كذلك المادة 22 لا تعدل فيها حتى لو شركة مستشارة ومقارنة. لا نهائيا. الأساس من الذي جلب الجمعية؟ لا من الذي جلب هذه اللجنة أو الشركة؟ هو الرئيس العام، ولا يجوز له التدخل. لكن أعتقد طلب من الفيفا. لا يجوز له التدخل نهائيا بصفته رئيس اللجنة الأولمبية وليس رئيس العام. لا يجوز حتى اللجنة الأولمبية لا يجوز. وأسهبنا في هذا طرحا هنا وعبر في أكثر مجال إعلامي أنا وغيري، أسهبنا أنه لا يجوز. الجمعية العمومية وصلاحيات التعديل فيها من قبل الأعضاء، تعديل موادها والأنظمة وكذلك اللوائح المرتبطة فيها، اللوائح المرتبطة بالنظام الأساسي اللي هو نتكلم فيه، الصلاحيات هذه منصوص عليها في المادة 22-29. المادة 29 أسهبت، يعني أعطت كرت أحمر لمن يتجاوز هذا الشيء. فلذلك أنا أدعو كل رشيد قانوني. المادة 29 معلش. لا أنا كتبها بخط اليد. المادة 29 تعنى بتعديل النظام الأساسي واللوائح الضابطة لتطبيقه، اللي هي الجمعية العمومية وحدها، هذا رقم واحد. الجمعية العمومية وحدها هي صاحبة الصلاحية في إجراء أي تعديل في هذا النظام واللوائح التي تحكم تطبيقه، يعني النظام الأساسي وكذلك اللوائح المتفرعة منه. ثانيا أي مقترحات كذلك، ليس بس فقط التعديل، المقترحات، يعني ما يخرج شخص أجنبي، أنا أتكلم أجنبي ليس مو قصدي سعودي، مو قصدي يعني أنه سعودي ولا أجنبي، لا أجنبي خارج الجمعية ويدلي، لا لابد أنه يمر عن طريق هذه الجمعية. أي مقترحات بتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة مرفقة وبشرح موجز إلى الأمانة العامة. يعني أنت أستاذ محمد عندك مقترح لابد أن تقدمه للأمين العام اللي هو أحمد الخميس، اللي يقدم من قبل أعضاء الجمعية تقدم للأمانة العامة. أيوة يقدمون أعضاء الجمعية أو مجلس الإدارة، ولا يطرح المقترح للتصويت إلا إذا أيده 25% من الأعضاء على الأقل. جميل. إلى الآن هي محظورة، إلى الآن حتى تعديلهم حتى تعديل الأعضاء عليه ضوابط. واحنا جبنا شركة هذه لازم تقول انها شركة اسمها ديتول. طيب. ثلاثة، يستلزم اقرار التعديل اللي هو تعميده على النظام الاساسي موافقة الاغلبية اللي هو 50+1 من الاعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت. اربعة، يتم تبني مقترح اجراء تعديل على النظام الاساسي اذا حظي بموافقة 3/4 الاعضاء الحاضرين من لهم حق التصويت. خمسة، المقترحات لها طبعا هو واضح اللي قريته. طبعا المادة 26 هذا كله ما حدث. 26 هي سريعة وليدة سريعة. من المادة 22 اللي هي الفقرة الواحد، اعتماد أو تعديل الأنظمة واللوائح التي تحكم تطبيق طيب. الأنظمة والأمر الخاص بإجراء هذه المسائل. هذا كله لم يحصل من تحفظا على ديتول، لأنه مثلا ديت ترويت شركة ديلو معروفة ديلو ولا ديلو لا ديلو ما هو واحد يصير أي ماركة. الجمعية العمومية عفوا الآن نتكلم عفوا خليني أوجه سؤالي بطريقة معينة. قريت المادة 29 الآن تقول أنهم خالفوها خالفها 29 و 29 و 22 ايوه خالفوها الرئاسه الاب اللي هي 22 الابن 29 التفرع منها 29
هذا ما حدث أو ما حدث من تجاوز، لماذا رفع على الفيفا؟ وافق الفيفا، وثم لماذا الفيفا يوافق على إقرار الجمعية؟ يعني توقع تبغى رأيي؟ تبغى رأيي؟ تعتقد أن الفيفا طيب تبغى رأيي؟ تروح قانون في تبغى رأيي؟ تبغى رأيي؟ إيه؟ على الأستاذ الربيش الربيش زين؟ إبراهيم ربيش نعم إبراهيم ربيش اللجنة. أنت تبغى رأيي الآن بدون ما حد يزعل ولا يزعل الحاضرين ولا المشاهدين ولا إدراك ما في خطأ عندنا ما في إساءة ما عندنا مشكلة تقول ليش راحت الفيفا؟ يفتح تحقيق بموجب المادة 5 من لجنة الانضباط ينطبق على عبد الله بن مساعد اللي هي المادة تطبق هذه اللائحة على كل من الأندية اثنين المسؤولون زين ويحقق في هذا الشأن ويفتح الباب السادس اللي هو اللي هي تتعلق بأي أي 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 شيء أي تشك في فساد أي شيء أنا معك يفتح يفتح لا فيها مصلحة لا خليك خليك دام إبراهيم ربيش أنا لما أتكلم لا 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 بس أنت قلت وجهت الرجال يعني لا أنت سألتني أنا أستطيع أصمت عن هذه الحقيقة لا 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 تصمت لكن مسؤولين مسؤولين الرئاسة ولا هذا ربيش الاتحاد لجنة انضباط لا لا لا, لا ينطبق عليه لكرة القدم ينطبق عليه واحد في الرئاسة رئيس الرئاسة العامة على الشباب وش نعم ينطبق عليه ما يقع تحت تدخل ما يقع تحت إذا 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 قلت ما يقع تحت أنت الآن تبغاه إيه مش تحت اختصاص عبد الله مساعد طيب ممكن أكمل كمل ممكن أكمل أنا الآن قلت لك المادة 5 الفقرة 2 المسؤولون أتى محمد الحازم محمد الخاتم وقال لا يا خالد زين ويجي شخص ثاني ممكن قانون يقول لا ما ينطبق على الأمير عبد الله بن مساعد اللي هو المسؤولون زين أجي الفقرة الثامنة مش تقول قال أي شخص مفوض قانونيا من قبل الاتحاد وبالأخص ما يتعلق بأي مباراة ومسابقة أي حدث آخر ينظمه الاتحاد هو مفوض من اللي أعطى التفويض عبد الله بن مساعد إنه يجيب الشركة أحمد عيد إذا تنطبق عليه المادة الثامنة لا هروب شوف لا هروب إنه لابد يفتح تحقيق لماذا طنش الجمعية العمومية ولذلك أنا أدعو المتمكنين في الجمعية يعني أذكر لك واحد هم كثر بإذن الله إبراهيم الربدي لأنه مختص قانونيا ولكل رشيد قانوني وأريب زين لابد أن يحدث الحراك القانوني في الجمعية العمومية الغير العادية ويرفض هذا التعديل حتى لو اضطر الأمر أنه يخرج من الجمعية حتى لو أنه إيجابي مش إيجابي يا أخي من صلاحياته خليك من أنا بجيب شخص الآن يقدم خليك من الإجراء النتيجة في النهاية لا 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 هذه مشكلة المتكاسلين هذه مشكلة المتكاسلين اللي هم تجربة حديثة حتى لو كان حتى لو أتى شخص اللي هي شركة ديليوت زين لو أتت بشيء يعني مبهر زين أنا لازل تقول إن الإجراء باطل وكل ما يعتمد على الإجراء هذا الباطل فهو باطل كذلك يا أخي كيف تضنش أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية وهي التي والنظام الأساسي وضع حظرا لها أيضا النظام اللي هو مسوينه الآن الشركة وبارك فيه الأمير عبد الله بن مساعد وباركوا فيه نصوص تتكلم عن الجمعية العمومية الغير عادية والمختصين في إجراءات تنظيم اللي هو النظام الأساسي واللوائح المتعلقة فيه اللي هم الأعضاء يعني أنا إلى الآن هذه لغز ومضحك هي نكتة أنا أعتبرها نكتة آخر الموسم صراحة هي الشركة والاتحاد ومن جلب هذه تصرف صراحة مضحك جدا وكان فيه إذن الفيفا سمو هو يقر بهذا التصرف والرئيس أحمد عيد كان فيه منقاد ابتداء ونهاية أحمد عيد كان فيه منقاد ولم يضع له بصمة بل بالعكس عادة من يعني زي المعمار أنت من النظام اللي قلته الآن يحق للربيش التحقيق أحمد عيد طبعا هذا اوكي لكن عبد الله مساعد لم يتحقق لا 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 بس شوف حق للتحقيق مع يعني لحظة انا بقراها لك اي شخص مفوض قانونا من قبل الاتحاد وبالاخص ما يتعلق باي مباراة او مسابقة او اي حدث من اخر من فوض من فوض من عبد الله مساعد احمد عيد فوض عبد الله بن مساعد اذا المطالب المتهم في هذا الاجراء حسبك هو احمد عيد طيب خلص على اساس مع اني انا مقتنع ان الاثنين اي بس عبد الله مساعد انا ابغى ماده منطقيه ما ادري قبل لا منطقيه جدا انا بالنسبه لي كقانوني منطقيه مسؤولين من منطقيه جدا اي بس يعني في النهايه نتكلم طيب عن طيب تريد الاعضاء خلاص من له مصلحه ربيش ليس من له مصلحه عليه ان يتقدم لديوان المظالم فليتقدم لانه ديوان المظالم يختص ب اي امور ذات النفع العام وهذه تندرج تحت النفع العام
ويطلب التحقيق جميل في ذلك. جميل واضح. انا باخذ تعليق من احمد ان كان في تعليق على كلام خالد الكامل. هو يرى انه في كثير من التجاوز او يرى انه عظيم التجاوز قد حدث بمجرد التعاقد مع الشركه وتشكيل لجنه من الرئيس العام او رئيس اللجنه الاولمبيه، ويرى انه ما له اي يعني صلاحيه للتدخل في هذا الامر، وان هذا تدخل خاطئ ويحسب عليه، وطالب ايضا لجنه الانضباط بالتدخل لمعاقبه رئيس او التحقيق مع رئيس الاتحاد ورئيس العام. هو محمد عند خالد نص القانون وانا عندي روح القانون. يا سلام، خلني اتحدث بروح القانون دائما. عاد الروح كله عند احد. هي الروح عاليه. المهم يا خالد، تعرف انت طبعا قبل ان يتم الاعتماد، اذا تعرف ماذا حدث يعني، وتعرف الوفد اللي جاء من فيفا طبعا، سواء من الإدارة القانونية أو من خلال أيضا الإدارة أخرى معنية بالانتخابات، وتعرف الاجتماعات اللي صارت وعلى ضوءها ماذا تم. حقيقة أنا ما ودي أدخل في تفاصيل التفاصيل، لأنه تعرف أنت أنه بالنسبة للوائح نظل سنة أولى انتخابات، فيها ما فيها من الأخطاء ولها ما لها أيضا من الإيجابيات. علينا أن نتعامل مع المرحلة بكل روح رياضية، ونتعامل أيضا بروح القانون أكثر من نصه. الآن خالد طبعا بيعترض على تدخل الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالله بن مساعد أو الشركة أو إلى آخره. نحن معاك انه اي تدخل طبعا بمعنى التدخل وكسر لقانون وكسر للائحه وفرض على الاتحاد يظل مرفوض. واضح متى واضح. ايوه، لكن المشكله وش هنا؟ المشكله انه التعاون مطلوب، خاصه انه مرينا بتجربه حقيقه كانت ما كانت تجربه جيده، سواء من خلال الملاسنات اللي كانت تحدث بين اعضاء بين الاتحاد، او من خلال ايضا الاحتجاج على كثير من المواد. الان الأستاذ خالد طبعا بيقدم وجهة نظره من خلال نص قانوني، لكن الآن طبعا أنا بسأل الأستاذ خالد ويوضح لي. طبعا أعضاء الجمعية كانوا موجودين في الاجتماعات مع وفد فيفا، اتفقوا كلهم على كثير من الأمور ومن ضمنها التعديل. ذهب الأستاذ أحمد عيد طبعا بمسودة أو أرسلها للاتحاد الدولي أو الإدارة القانونية بالاتحاد الدولي، وعلى ضوءها تم أيضا التعديل واستلم النسخة. عاد بها الآن حنرجع للمربع الأول، ترجع الجمعية من جديد أيضا تفرض. أنا اللي أعتقد أنه الاجتماعات السابقة بحضور فيفا اختصرت جميل كثير من القضايا. جميل. فبالتالي ما أما مسألة التحقيق مع الأمير عبد الله بن مساعد ما أدري هل القانون يسمح ولا ما يسمح. جميل خالد. كان قد أجاب على ذلك أبو محمد، أجبت على نفس الموضوع بس عشان المواضيع أكثر. هذا كل شيء محورنا الثاني. ثالث عناوين هو من صحيفة الرياضية، أقرأه عليكم. الرياضية تقول بأن أحلام فريق الأهلي تبخرت بعد الخروج من دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا، رغم الفوز على نفط طهران بهدفين مقابل هدف. وقالت أيضا بفارق هدف ودع الراقي مع الأسف. طبعا ما نبغى نقرأ في الخبر، ولكن بالمجمل هو الأهلي كان البارحة قد سبقه الإيرانيون بتسجيل هدف، بعد ذلك عاد عمر السومة الأهلي وسجل هدفين لكنه عجز عن الثالث. كان الكثير من الانتقاد على أداء بعض اللاعبين تحديدا الجانب برونو سيزار وأزفالدو. هذا ما أسأل عن خالد، كيف شفت الأهلي؟ هل كان يستحق أن يفوز يتجاوز المرحلة؟ أولا في المجمل الأهلي نادي الجميع، أنا أعتبره صحيح. يعني نادي يقدم المتعة الكروية دائما، ويظل هذا النادي محبوب من الجميع من عشاق الكرة تقريبا. لكن لي ملاحظة وأتمنى أن تفهم جيدا من جماهير النادي الأهلي وإعلامه. ملاحظتي في هذا الموسم، نادي الأهلي يقدم كرة ممتعة جدا صحيح. لكن لا يعني هذا بأنه يستحق البطولة أو كل البطولات، لا سيما أنه بذكر أنه العيب الذي حدث للأهلي أنه كان في موسم إبداع نادي النصر. أنا أتكلم على مستوى الدوري. ولذلك ظهرت نغمة للأسف الشديد لا زالت إلى الآن. الدوري مخلص من قبل فترة ولا زالت هذه النغمة، الأهلي هو المستحق للدوري. من قال هذا الشيء؟ من قال هذه نكسة سلبية على الفريق تكرارها. الذي كان يستحق الدوري هو الذي استأسد وتربع في 21 جولة من الجولات 26 زين. أيضا الأهلي
دائما يقع ضحية، ولا أبغى أسف فيها لأنها تتعلق بجزء فني وأنا متيقن منها تماما، هي الأهلي للأسف ليس لديه حارس مرمى، نقطة ولا سطر، لا أريد أن أكمل. جميل. ليس لديه. جميل. الثالثة تحديدا بسبب ما حدث أمس، يعني الأهلي وقع ضحية هدف وضع في مرمى، وبالتالي ظهرت النغمة الآن من البارحة وإلى الآن. أنا أقرأ أنه الأهلي مستحق، والأهلي واللي وفي بعضهم زعلانين أنت شايف أنه لا وسيتركوا النادي الأهلي. هذه سلبية من كرر فيهم نغمة أنه الأهلي كان يستحق الدوري وكان يستحق كل البطولات. كيف يستحق الدوري وهو أكثر فريق يتعادل؟ يعني لا يمكن، لا يمكن. هناك بطل مستأسد اللي هو النصر، لابد أن يحترم، وهو الذي كان يستحق الدوري. الأهلي الآن في عز عنفوانه، ترى أنه القول مرشح القول بهزيمة الأهلي المتصدر في ذهاب وإياب ليست كافية، نالك كأس ولي العهد الأهلي. لا نغفل هذا الشيء أيضا، لا يغفل عشاقه هذا الشيء. جميل، هذه أربع نقاطك أحمد، عطني الجسمة في نقاط أيضا، لماذا خسر الأهلي البارحة ولماذا أنهى موسمه بهذه الطريقة؟ لماذا كان الأهلي جميلا زي ما قال خالد ولكنه في النهاية لم يحقق سوى كأس ولي العهد، وهو يعني تقريبا المنافسة الثالثة في الموسم؟ أنا أضم صوتي لصوت خالد إنه في النهاية ما في بطل غير متوج وبطل متوج، أظل البطل المتوج هو البطل الحقيقي، لكن لا يعني هذا هو زي ما تقول التمرير ما ذكره الزميل خالد على أنه الأهلي ما كان يستحق اللقب. ما ودي نرجع إنه نفتح الملفات طبعاً ونبدأ نتحدث من الصفر، النصر يستاهل وباركنا للنصر، ولو حققها الأهلي ثق تماماً أنه أيضاً يستحقها عن جدارة، لكن وقع هناك أخطاء وهناك تجاوزات وهناك إلى آخره، تحدثنا عنها كثيراً وأخذنا وأعطينا فيها. أخطاء من مين أستاذ أحمد؟ ولا والله أخطاء ودي أنه لا بدون ودك، لا نتناقش. لا أخطاء من مين؟ أتمنى يا أستاذ أتمنى أستاذنا قدير وعلى رأسنا أستاذ أتمنى أحمد. خلني أكمل لا الأخطاء من مين؟ حدد. خلني أكمل القضية يا خالد، لو بنتحدث بشفافية، وأنت رجل أيضا تعشق الصراحة ورجل تعشق الوضوح وتحارب دائما بنص القانون وليس روحه، هناك حدث أيضا أن كثير من الأخطاء راح ذهب ضحيتها الأهلي، ولو كان هناك مثل يا خالد لو كان هناك يا خالد عندنا أيضا كشف حقيقي عما يحدث من أخطاء في الدوري السعودي، من تنازلات في كثير من المباريات، ولا ودي ايضا من الذي تنازل عن مباريات ولا يتكلم؟ خلني اتكلم. طيب لك انا كيف تمرر؟ شوف لك ان تسال، انا اسمع رجل، لك ان تسال وله ان لا يجيب، استمر احمد. في المهمه محمد، ما ودنا ايضا، انا قلتها بعد النهائي، قلت ان الاهلي يحتاج حتى يحقق بطوله الدوري، وما اقولها من السنه ذي، من تاريخ سابق، وربما أيضا ذاكرة الأهلاويين طبعا تحتفظ بكثير من المآسي في هذا المجال، يعني سلبت من الأهلي بطولات طبعا مش واضحة إلى الآن. أنت قلت مسألة التنازلات الأهلي وتجاوزتها بموضوع آخر، أنا بس تنازلات مقصود بها ماذا؟ من الذي وقف ضد الأهلي؟ أنا أقول لك الأهلي يحتاج حتى يحقق بطولة الدوري، وقلتها علنا، وباتت أيضا عنوان رئيس عند كثير من الناس اللي ربما تابعوا مثلي وأيضا عايشوا الأحداث مثلي طبعا بطولة. قلت الأهلي يحتاج إلى دوري نزيه حتى يحقق بطولته. الدوري لدينا الذي حققه النصر هذا الموسم هو دوري غير نزيه. ما أتكلم أنا بهذه الطريقة، لكن بشكل عام الأهلي تضرر، الأهلي للأسف. بس إحنا نفهم بهذه الطريقة والأخطاء، لازم نحدد الأخطاء. الأخطاء أنت تعرف خالد. أنا في بالي ممكن 5 أخطاء الآن، حدد اللي في بالك أنت. شوف يا أستاذ خالد، أنت تعرف طال عمرك أنك رجل قانوني وأنا أتعامل معك بروح القانون، لكن أقدر أقول لك باختصار وبين قوسين، الأهلي حتى يحقق الدوري يحتاج إلى دوري نزيه. قد يكون الدوري حتى يحقق الأهلي الدوري القادم عليه أن يعلم أنه لم يكن يستحق دوري 2015، كان المستحق له نادي النصر. ما هو أنت خالد خالد عندما يتحدث الأهلي هو الثاني وليس الأول، عندما ومن يريده الأول عندما يتحدث النصر. خالد عندما يتحدث محايدون لا ينتمون للنصر ولا ينتمون للأهلي، وهم أيضا فنيين ويظهرون في الصحف مستفيدون، هؤلاء المحايدون مستفيدون. لا مستفيدون. خالد يبدو محايد يا أحمد، خالد يبدو محايد. خالد أبو الحياد، خالد يا أخي هو اللي علمنا الحياد. فأنا أرجع وأقول إن ولا على أيضا في نقطة سلبية،
المشكلة أيضا عندنا هنا في دورينا طبعا، ولا أقولها هذا العام، أقولها أيضا على أعوام سابقة، الصوت الهادئ يمرر من خلاله أشياء كثيرة. الأهلي بطبيعته للأسف الشديد كل هذا ما يبحث عن حقوقه، صار صوت معدوم. كل هذا صوتك هذا؟ لا لا ما هو عليه، أتكلم على القرار الرسمي لوحدك. لا لا أتكلم على القرار الرسمي، أنا أتكلم على الإدارة الرسمية. الأهلي ما طلع بعد أي مباراة لا قال قال لا 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 الله يعافيه أبو داود، قال قال الشرفاء وما الشرفاء يعني. أبو داود أبو داود أبو داود هذه تكفي إنه الإدارة إنه يبتعد عن مجال الرياضة. أبو داود ما بالإدارة، قرار رسمي صادر مجلس الإدارة الإدارة الأهلاوي والعكس. وهذا 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 إدانة خطيرة. هذا الرجل أبو داود ترى عضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتؤيده على على كلمة الشرفاء. أنت أسأل عبد الرزاق، إذا عبد الرزاق أبو داود قال مثل هذا الكلام طبعا أيه؟ هو يسأل عنه ولا قال لا لا تؤيده. من هو أنت تؤيده؟ ما لا دخل. أنا قلتها قبله، أنا قلتها قبله، أنا قلتها قبله. تعرفها؟ يقول انا قلتها قبل الدوري وسنلجا الى الرجل. يقول انا قلتها قبل. خلينا نرجع لاسيا، خلينا نرجع لاسيا محمد. هذا اللي ابغاه، ابغى تعليقك على اسيا بعد ان دخلنا في جدال يعني. لا بالعكس بالعكس، دائما انا يعجبني الحوار مع خالد. خالد انسان لطيف يعني، محاور جميل ومهادن مهادن. فالمهم اللي حدث في اسيا هو امتداد لما حدث ايضا في المباريات الاخيره. الاهلي تعرف انت انه حقيقه، وما اقول هذا تبرير ولا اقوله ايضا من باب أيضا تمرير للخسارة، بالعكس أنا أعتبره بحسابات الموسم إخفاق. الأهلي كان على الأقل يفترض أنه يعوض في هذه البطولة، وكان بين أقدام لاعبي التعويض، لكن حدث وأن خسر طبعا بعد أن خسر طبعا بصفر واحد خارج أرضه. فارق الهدف هنا زي ما قال لك طبعا الزميل خالد، أنا أضم صوتي لصوته أنه هناك أيضا بعض الأخطاء من الحارس قاتلة، لكن في النهاية دوماً. كرة القدم هي لعبة جماعية ويتحمل الجميع مسؤوليتها. تتوقع أنه الأهلي الموسم القادم سيعاني كثيرا من هذه الخروجات المستمرة هذا الموسم؟ والله هذا 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 اللي ودي أتحدث عنه. ومن يكون لقاح لذلك في الإدارة؟ الأهلي صنع فريق جيد، فيه كثير بعض الأمور لابد أيضا أن تعالج. عندك لاعبين طبعا على مستوى عالي في الفريق اللي هم شيفو والسومة طبعا، وهناك لاعبين أعتقد أنهم ربما سيبدأ التخلص منهم من الليلة، والبحث عن بديلين على مستوى عالي. يفترض أن الأهلي أيضا يبحث زي ما قال خالد عن حارس يشكل رافض طبعا. جميل جميل. عليهم بالكسار. جميل. ربما يكون إن شاء الله يكون. أنا على فكرة ترى أنا من عشاق الأهلي، من عشاق أني أتفرج له، مش عشاق ميول، لا عشاق أني أتفرج لهذا النادي. والأستاذ أحمد يعرف يعني الأهلي، أنا من عشاق الأهلي. طيب. نادي الثاني. لكن ليس نادي الثاني. ليس معنى ذلك أن لا أن أسمع وأمشي كلمة كلمة الأهلي كان. لا 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 خلك من الشرفة هذه اللي أنا سمعيني إنه الأهلي، لأن هذه نغمة خطيرة أن أحد يجي يكررها بكل وضوح. الأهلي كان يستحق الدوري. كيف يستحق الدوري هو ملك الدوري؟ ترى ما يستحق الدوري ها؟ لا يستحق. خلاص هذا اللي ابغاه انا. الكتاب هذا من يستحقه؟ أحمد محمد، يعني معناته ثامر لا يستحق. احمد خليني بس اخذ اذا في نقطه اخيره عن الاهلي. ودي ان الامور حسمت في الدوري بالمواجهات بين الفريقين، يعني في النهايه سيعرف من الافضل. نغمه لو حقق الاهلي الحجج هذه تضعف الاهلي. محمد لو حقق الاهلي نقاط عادل بها النصر لحسبت المواجهات المباشره، لكن اصلا في النقاط لم يحقق الاهلي. هي اذا انا معاك انه التعادلات خذلت الاهلي، لكن في بعض النتائج ايضا ما خدمت بعد التعاون. واضح ابو محمد على ارضي اتعادل خالد. يعني بس للمشاهدين الكرام، عبد الله الحمود هو يؤيد كلام ابو محمد. في الاخير يكفي الاهلي انه فاز على النصر ذهاب واياب. هذه نغمه، هذه نغمه خطيره وسيئه وسطحيه. لا سيئه جدا. هذه اراء في النهايه. تنكيز النصر هي التي تحبط الاهلي. تنكيز النصر يقول الاهلي، طبعا هذه اراء المشاهدين على الصحافه نحترمهم دائما وارائهم كذلك. جنكيز النصر، الأهلي لم يكن يستحق التأهل في آسيا، لن تمشي وحيدا يا هلال. يقول محزن جدا يعني، وكأنه يعني حزين على خروج الأهلي البارحة. الصوت وصدى يقول أحمد الشمراني بغى ينجن يوم جبنا طاري النصر. حاجز السواد، الأهلي لا يملك ثقافة الفوز على الفرق المتوسطة والأقل منه. فارس نجد، شكرا يا فارس. قادح الشرقية، خالد الشعلان يعني يقول انه استغل الموضوع يعني وبيضرب من تحت في الاهلي. كفايه اسمه قاعده حامد.
كاد احيانا تكون كويسه. طيب قادح الرجل قادح يعني القاد يعني القدح شيء جيد. فلسفتي يعني في ذا الامور. طيب هو ان ترفض بس النيك نيم طبعا ولا سلطان على عيننا واحترامنا طبعا هو في الاكونت حقه باسم سلطان. حامد يقول شكرا يقول الشمراني كيف تقول الاهلي بطل غير متوج؟ هو بالعكس ما يقول بطل غير متوج ويقول انا ارفض هذا المبدا اصلا. ان كان هذا صحيح احمد صحيح؟ اللي في البدايه قلتها بس اللي قلت انا اللي قالوا الاهلي بطل غير متوج هم انت ترفض هذا. نعم اصلا 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 ما حتقدم شيء بالنسبه لك لكن كان يتحدث انا اعرف خالد يقصد مين اللي قال بطل غير متوج هي اراء فنيه نشرت في بعض الصحف على الناس فنيين وايضا خالد كثرتها ما صرنا نميز من كثرتها. جميل كينج زيزو يقول النصر اخذها بتسللات وبلنتيات. طبعا لازلنا في حديث عن الدوري احنا طرحنا في دقيقتين وصار هو الحديث. احمد الشمراني كيف الاهلي تعرض للظلم وكيف الدوري ما هو نزيه وين رئيس الاتحاد السعودي من التصريح؟ تحيه الاتحاد القدم. احمد الشمراني يبدو انه في تسليط اضواء عليك. عبد الله الحمود مره اخرى فوزان الشمري يقول مشكله الاهلي التشكيك في كل شيء نصراوي تيماء سبق وان توقعت يوم امس خروج الاهلي امام نفط طهران بسبب الفريق الفني لاحظت انه حارس ووسط قوي عند الفريق الايراني وهو غير متوفر عند الاهلي. البدراني يقول الشعلان يعني متعصب طبعا كان يقول اراءه في حديث مع اهلاوي في موضوع اهلاوي او مش اهلاوي طبعا انا ضد هذه المساله ولكن اعلامي والقضيه من لم يكن شيء في التعصب وان كان لن نقبله. قلت اعشق الاهلي طبعا. قادح الشرقيه حبيب خالد يقول تخبطات جروس وتغيير مؤشر المقهوي هو من اهدى نفط طهران التاهل. زياد الصبحي يقصد انه حديث عن القانون اللوائح لا يفيد شيء. لا بل يفيد بل يفيد يا زياد بشكل كبير حتى لو لم يسمعوا سأكرر. الآن نقاشهم كذا معجب إبراهيم بالنهض النقاش. فهد الحميد يقول احضر مختصين بالقانون. خالد مختص بالقانون وحن مختص بروح القانون يعني يسمونها كذا. حماد بن إبراهيم شكرا وطني شكرا جزيلا. وكذلك سليم عبد الرحمن سالم السويدي يقول رشحت إدارة نادي النصر العميد خالد الرشيدان يكون ممثل لها في الاتحاد السعودي ترشيح هذا قبل يومين. عزام كويسة كلمة قانونجي. لا لا لحظة كلمة قادح اللفظ العامي لم أقصدها له اللفظ العامي عندما ذممتها أقصد قلت كفاية معناها قدح من الذم يعني كفاية أنه اختار هذه الكلمة يعني. لا لا هو يقصد باللفظ العامي سيئة واللغوي لا قادح كويس. الآن في جمهور كامل. لا أنا ضد التعمق. وفي أغنية تيمنا بخالد البلطان ديك الفترة باسم قادح. خالد بيتكلم لغويا يا أستاذ. بس أنا سألت قبل شوي قانونجي وش كويسة ولا مو كويسة؟ والله هو باين أنه يسخر وإذا كان يسخر أنا ما عليك من هو أنا أتكلم للجمهور فيها مشكلة يعني نقول مثلا لا هي 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 كإسناد إسناد يعني وترى أنه ما فيها شيء إسناد يعني شيء جاي أنا عارف بس أنه سحبها على اللغة بهذه الطريقة جيد. لا مو جيد من قال لك إذا كان مرتاح هو خلاص. طبعا أحمد قريب من إذا كان هو مرتاح أحمد قريب من جدة وجدة فيها يعني دائما يعني الإسناد على الجي هذه كثيرة. ماذا تقول أحمد؟ لا لا طيب لا بالعكس ضد القانون قانون واضح مش قانون جي ألعب على كيفك. لا طيب أنا بس لأنه كتب يعني خالد الشعلان أنت إعلامي كتب جي؟ كتب خالد إعلامي جي؟ كتب خالد الشعلان كتب خالد الشعلان أسألك أنا راضي فيها لا تسألني شكرا. لا أنا بس شفتك أنك تسهب جاوب يا محمد أنا أسألك لأنه هو علق في النهاية ترضى أحد يقول لك إعلامي إذا كان إذا كان مقصود بها زي ما يقولون مكوجي و جوهرجي وكذا فانا ما عندي مشكله هذه في وظيفه تسند على جيمي قضيتي بس انا كاتب خالد الشعلان انا قلت قانون جي سالتك انه ان فيها يعني اشكال بالنسبه لك ولا لا ما هي قضيه ترى ولا مثل ما قلت لك هي تنسب لبيوت اصلا فبالتالي ليس فيها عيب في ذلك. شكرا لكل من يشارك على هاشتاج عالم الصحافه. شكرا لهم. شكرا لسليمان. شكرا لقادح الشرقيه مره ثانيه. شكرا هو الاهم. طيب هذا كل شيء في محورنا الثالث في هذه الحلقه رابع العناوين من صحيفه الجزيره. صحيفة الجزيرة قالت أحلام عفوا غدا اجتماع شرفي لاختيار الرئيس نواف بن سعد موافق بشروط الموسى يراهن على الجمعية الحميداني مرشح لبعض المؤثرين.
إذا هذه وهذا عنوان الجزيرة، كان الحديث عن اجتماع شرفي لاختيار الرئيس يوم غد في الهلال. موسى الموسى، محمد الحميداني، الأمير نواف بن سعد هم مرشحو الهلال، ظهرت العديد من الأسماء. ولكن أحمد خليني أسأل في هذا الخصوص سريعا لأن الوقت ما تداهمنا، فباخذ تعليقات سريعة منكم. هل البيت الهلالي أو هل كرسي الرئاسة الهلالية أصبح مغري أكثر بتأهل الفريق لدوري الثمانية في آسيا؟ وكنا نشوف فقط موسى الموسى كمرشح حقيقي، اليوم بدينا نشاهد أكثر من اسم وقد تزيد في خلال 24 ساعة القادمة. هو الفراغ اللي خلاه المغري ولا كرسي الهلال طبعا كان محكوم بأسماء معينة وأسماء محددة، لكن الفترة الحالية طبعا وربما هذا أيضا من وحي المرحلة أنه هناك رغبات ناس كثير طالما رئاسة الهلال، وهذا من حقهم. لكن طالما الأستاذ خالد الشعلان معنا في هذه الحلقة، أذكر أنه في حلقة ماضية أكد طبعا عبر هذا البرنامج وما زلت الأمير عبد وما زلت أؤكد. طيب خليني أكمل، أنت عارف حقيقة عبد الرحمن بن مساعد أنه لا زال رئيس النادي. خليني أكمل يا خالد يا أخي. كان يؤكد أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد ما زال متواجد هو رئيس الهلال، وما أدري بعد هذا الخبر واجتماعات بكرة مصر على رأي الأستاذ خالد ولا تغير رأيه؟ نعم مصر، لا يقول لك لازلت مصر. بس طيب عندي تعليق. لاحظت ان خالد الشعلاني يسال احمد الشمراني، احمد الشمراني ما جاوب، احمد الشمراني يسال خالد الشعلاني على طول يجاوب. عندي تعليق في هذا الشق. اولا بالنسبه للموسى انا اشوف انه مرشح اعلامي كثير، خرج كثير. بالنسبه اختصرها لك كنقاط، الحميداني هو مرشح عبد الرحمن بن مساعد لانه هو الذي خلفه يدعمه. والفتره الماضيه انا قلت رئيس داعم ولا رئيس حقيقي يتوقع عبد الرحمن سعد يعود للنادي؟ عشان ما اسف فيها لان ذكرتها في حلقه ماضيه انه هو الرئيس عبد الرحمن سعد، ممكن السنه الجايه رئيس الهلال هو عبد الرحمن سعد من الرئيس. ولا بس هو انا من الناس اللي مؤمن تماما انه كان لا زال هو. انت شفت تغريداته الاخيره عن الاداره؟ استضفت هنا بعدها وذكرت انه لا زال هو الرئيس. بالنسبه لنواف بن سعد انا اعتقد هو الرئيس القادم. هو الرئيس القادم. بالنسبه للترشيح انا عندي تعليق قانوني حيال اللي ذكره المسعد. اولا في احكام الترشيح الماده 15 في اللائحه الموحده للانديه 1406 الهلال خالف ذلك، فتح باب الترشيح طبعا فتحه هو مذكور هنا 60 يوم زين اللي هو شهرين قبل موعد الاجتماع الجمعيه. المذكور التقدم للترشيح قبل شهر ونص، احنا ما شفنا حد تقدم قبل شهر ونص للترشيح زين. الشيء الثاني في التزكيه الماده 19 فقره 3 ذكرت انه اذا سقطت عضويه الرئيس، طبعا سقطت عضويه عبد الرحمن مساعد زي ما ذكروا انه بالاستقاله بموجب الماده 20 الفقره باء لاي سبب كان يتولى نائب الرئيس رئاسه المجلس، تولاها الحميداني ظاهريا على ان يعمل على دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي لانتخاب رئيس خلال 3 اشهر. انا اضعها امام المختصين القانونيين، هم دعوا الاجتماع خلال 3 اشهر، الحين اكثر من 3 اشهر مضى، الان توهم يدعون الجمعيه العموميه. عموما مثل هذه الامور لابد ان ننتبه لها اذا كنا نريد عمل حقيقي. فلذلك النتائج اللي ظهرت في الجمعيه العموميه في الاتحاد السعودي كلها نتاج الانتيه، العمل التخبطي هذا. وانا ادعو الاستاذ المسعد عبد الرحمن المسعد انه يدقق في مثل هذه الامور. احنا نعلم انه الجمعيه العموميه في الانديه يلا خذوا كله بالسلك زين، لابد ان يكون هناك دقه. لهذا غدا اجتماع شرفي دول اخرى عمومية. دول اخرى الموسم الماضي على اليوم الواحد، الموسم قبل الماضي محمد الفايز ترك الاتحاد واستمر بعد على جمجوم فتره اطول ولم يدعى في خلال 3 اشهر، فاعتقد انه درجت يعني في الوسط. انا ما عندي شيء، عندي لائحه، عندي نظام اطبقه، ما في شيء اسمه درجه ولا بيصير عملنا يلا كل 5 اشهر. لابد الى متى صح. لابد نحط بصمه ونقول قفوا هنا بالضبط، لانه في دول اخرى انا اتابع في الكويت في مصر في دول اخرى يدققون على الحرف تدقيق. جميل، اذا هذا كل شيء في محورنا الرابع في هذه الحلقه، هو كان عن اجتماع شرفي لاختيار رئيس الهلال نواف بن سعد وموسى الموسى ومحمد الحميداني الرئيس المكلف، هم المرشحون الثلاثه. حتى الان ما لم يستجد او ما لم يطرا اسم جديد في ال 24 ساعه القادمه قبل الاجتماع وحين الاجتماع. صحيفة النادي تقول الاتحاديون يتغنون بعميدهم بعد دخوله جينيتس، أنت راعي الأولى.
طبعا كان هذا الخبر من صحيفة غير صحيح الخبر. رأي الأول ماجد عبد الله 1979 سجل 5 أهداف وذكر في جرينس في جرينس صحيح فلذلك غير صحيح واعتقد انه لا زالت مطالبه في السعوديه يعني يكون ماجد عبد الله مجالات غير 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 كره القدم فيه أيه. بس راعي الاول في مجال مستوى الانديه ماجد مستوى الانديه مثلا نعم مستوى الانديه هو ما مفصل هو فصل. هو ماجد عبد الله لا ينافس الاتحاد لكن أيه النصر والاهلي والهلال ينافس راعي الاول معروف ماجد عبد الله طيب. بعدين ماجد عبد الله فوق الانديه اي بس هذه كيانه طبعا هذا رايي بس هذه كيانات مش رايي مش كيانات رايك في بعضه يرى لا 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 ماجد عبد الله هذا استثناء ان تقارن اللاعب فوق الانديه رغم قيمه ماجد عبد الله واسطوريه ماجد وأسطورية النقد الرياضي أسطورية ماجد عبد الله وكل شيء ولكن نضع فوق الأندية هذا مجال في النهاية هو رأي أنا أضع رأي عاطفي أنا أتكلم في المجال الرياضي فقط طيب هذا كل شيء في العنوان أسألك أنت قبل أروح لأحمد إيش رأيك في مسألة حرص الأندية واللاعبين حتى ماجد عبد الله كان في بطولة الخليج وقد أدى بلاتر إلى السعودية وسلم هذه الشهادة مثل هذا الحرص هل ترى أنه من اجل تسجيل السواء يعني الحرص على هذه الحرص على هذه الهدايا هي شوف هي جميله اللي اتت في عز فرح نادي يعني نفرض النصر الان محقق بطوله الدوري وجاء خبر مفرح في الاتحاد الدولي ولا اي خبر مفرح يكون المجال هنا جيد ورائع لكن في عز انتكاسه يعني الاتحاد كان في عز انتكاسه يعني ما قدم شيء يعني اداره بس الشباب الان ذكروني صاحبي بمساله انه سعيد العبيران كان قد دخل اي دخل بس راح الاول لا دخل قبل ماجد دخل السنة الماضية دخل قبل ماجد وكذلك ذكر لي أكثر عموما ليس راعي حمزة إدريس مثلا طالما فيها ماجد يوضع الأول للكيانات مستقلة الاتحاد هو صاحب الأولى بلا جدال فلذلك أنا أقول لك إذا توافقت مثل هذه الإنجازات اللي هي في الاتحادات وما إلى ذلك تحقيق إنجازات إذا توافقت مع انتصار الفريق أو تحقيق بطولة أو ما إلى ذلك تكون ممتعة وجيدة لكن في عز انتكاسة تخمد ترى أنه هذه إيه يعني مو وقتها يعني ما حتى لو يفرحوا ما تنقل على الأقل تحدث روح معينة لا جيدة أنا بالعكس هم عندهم مباراة مصيرية مع الهلال يعني شيء وطني هذا أنا أفرح طبيعي راح والاتحاد في القلب يعني هذا شيء مفروغ منه لكن أنا اتحاد واحد من الشباب نزل يقول في الاتحاد والأهلي وهلال ونصر قبلهم النصر يعني بالترتيب هلال نصر هلال من اللي قال الهلال ما أدري سمعت أنا الهلال ما قلت الهلال ما قلت طيب أسلم مستانس محمد مع خالد ها مستمتع هذا اذا كان تعليق اخير على موضوع الاتحاد لا تعليق التوقيت التوقيت لابد ان يكون مناسب طيب توقيت انه هذا ترى مناسب ابو محمد بالنسبه لماجد عبد الله على عيني وراسي لكن يظل منتوج النصر ولا يمكن انه يكون اعلى يا هذه اللكننه لكن هذه مشكله لكن لا يمكن انه يكون اعلى من النصر طبعا والانديه تظل ولولا النصر ما كان ظهر ماجد عبد الله اما بالنسبه لدخول الاتحاد موسوعه جينيس فخلنا نبارك مع اللي يباركوا له لكن لي ايضا تساؤلات يعني من وراء القلب هذه لا مو من وراء القلب هي تساؤلات يعني انا لاحظت البارحه احتفاليه وكان الاتحاد حقق كاس انديه العالم الاتحاد اكبر من ان نتحدث عنه من خلال مثل هذه الأرقام الاتحاد هو أبو الأرقام على مستوى الكرة السعودية لكن لدي بعض الاستفسارات أنا حقيقة ونقرأ الخبر ما اطلعت على الآلية أنا تحدثوا عن بطولتي آسيا فهل دخوله طبعا هذه الموسوعة من خلال طبعا الرقم المحدد بهذه البطولتين انه ما حققها قبل احد ولا بعده طبعا بدون خساره ايوه على مستوى القاره ولا مستوى العالم ولا مستوى السعوديه هذه نقطه النقطه الثانيه البطولتين 272 بطوله اللي من خلالها ايضا دخل الاستاذ منصور البلوي موسوعه جينيس كرئيس كاكثر رئيس حقق بطولات هل 272 بطوله فصلت طبعا ما فصلت في الاعلام وهل هذه البطولات تم المصادقة عليها من خلال الاتحادات المعنية ومن ثم قدمت أم تم تقديمها من خلال مستندات معنية بأوراق نادي الاتحاد هذه نقطة النقطة الأخيرة أعتقد أنه موسوعة جينيس زي ما قال لك الزميل خالد فيها سعوديين كثر عندنا طبعا على مستوى مدينة جدة وربما ما حد تحدث عنها أعلى سارية طبعا اللي هي في, صحيح في, في, في صحيح طبعا وعندك لا اخذت اهتمام ولكن ليست كالرياضة لا ما اخذت كالرياضة وعندك ايضا زي ما قال لك ماجد عبد الله
سجل 5 أهداف في مباراة واحدة اللي هي منتخب قطر في دولة الخليج أعتقد في 79. طبعا هذه الصور من الموقع مباشرة. نعم. نتابع لها. فبقدر ما نبارك للاتحاد لأن نحتاج أيضا لبعض التوضيحات حتى لا يقولون الإعلام السعودي. جميل، واضح واضح. على الأقل مرر العملية دون أن يسأل كيف تم الاختيار. طبعا الزميل حمد عتيبي يعني صح، أو أنه يضيف المعلومة اللي سألت عنها، يقول بالنظام الجديد أوروبا لم يحقق في أوروبا، يقصد لم يحقق فريق اللقب القاري مرتين متتاليتين. خالد الفيفي شكرا، وكذلك سليمان عبد الرحمن والسلطان يقول نتمنى توفيق الأمير علي ونترشح للفيفا، ويكفي أنه عربي سيقدم كل ما في وسعه. صالح الحلم يتبدد يا قطر، وبلاتر يريد الهروب من القضية. العوفي بالتوفيق لعلي بن الحسين. العالمي شكرا، وكذلك عالمي مرعبهم شكرا. عبد الله الحمود الرشاوى لعبة انتخابية مخلوطة بالسياسة. هلالي وأشياء أخرى يقول لو سمحت يعني شكرا هلالي، لكن لن أقول لضيف هذا الكلام. صوت وصدى شكرا. سليمان نصراوي شكرا للجميع بصراحة، شكرا كثير. رسالة جاءتني من أحد أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، يقول بأن النظام الأساسي الذي عرض على الفيفا يختلف تماما عن النسخة التي عرضت عليهم في لجنة التعديل، ويقول لن نصمت، أنا أنتظر. هذا في الجمعية؟ يقول النسخة اللي راحت للفيفا غير النسخة اللي عرضت عليهم في لجنة التعديل. طيب قادح الشرقية، هذه معلومة نقولها، قادح الشرقية شوف شو يقولك في ختم الحلقة، يقول سلام خاص لخالد الشعلان على راسي. زين، يقول التوقيع تحت، هو مركز توقيع قادح. أيه. في هاشتاج يقدح كما عالم يشاء. الصحافة طبعا قدح من يقدح وليس من قدح. أحمد الشمراني، هذا كل شيء شباب. أحمد الشمراني الكاتب والناقد الرياضي، شكرا لحضورك، شكرا لأرائك، شكرا لوجودك الدائم معنا في عالم الصحافة ولإثرائك الحلقة حين تحلل. شكرا، شكرا لك محمد. ويبدو أن خالد الشعلان سندخل موسوعة غينيس على اعتبار أن ظهرنا في البرنامج ده يمكن رابع مرة، المرة الخامسة والسادسة، لا الثالثة ورابع. لا تكثر، حاسب أكثر يعني زي الأهلي بتكثر. لا، على أساس أنه خالد الشعلان دقيق في الأرقام، ما يزيد قانون يعني. خالد الشعلان بس ليش عنده حساسية من مسألة القادح والقدح ولا لا؟ قدح من الذنب يعني الكلمة، أنا لو بستخدم الكلمة ما حطيتها من الإشعال برضو أو اسم مستعار من الإشعال. ترى محمد تخصص لغة عربية، هذا كل شيء خالد الشعلان. طبعا تخصص مش لغة عربية أحمد. هذا كل شيء. شكرا لكم، شكرا للموجودين، شكرا للمعد اللي عد هذه الحلقة، خصوصا في جزئية جوزيف بلاتر. بالفعل عماد البلوي هو من كان معد لهذه الحلقة. شكرا لخالد، شكرا لأحمد، شكرا لكل من شارك في هاشتاج عالم الصحافة. الأسبوع القادم، حتى الأسبوع القادم ألقاكم، وحتى ذلك الحين كونوا في رعاية الله.